السلام عليكم. يوم مهم بحياتي، بس قبل ما احكي لكم عنه بدي اروح على مشفى غازي لطب الاسنان عشان اعمل اسناني. وصلنا جامعة غازي، غالبا ما اقدر اصور جوا لانه حيمنعوني، فبجيكم اياها. هي خلصنا. هيا عبادة، دكتور عبادة، نظف لنا اسناننا. هلا رايحين على الصلاة. يلا رجعنا على السكن. خليني احكي لكم ليش اليوم مهم. اليوم ان شاء الله حيكون في عندي عرض لفيلمي الاول حجر، فيلم قصير عملته من تقريبا شهر مع منظمة اسام، طبعا بالتعاون انا وزميلتي وداد معي كانت معي بنفس المشروع. فالفيلم طبعا انتج من زمان، صار له شهر تقريبا، بس اليوم لحتى تقرر موعد العرض. طبعا حيكون في فطور كمان. حجر احكي لكم عنه شوي. حجر هو فيلم بيحكي عن قصة عشتها انا، قصة حقيقية. لما اجوا الصور بيتنا اللي تهدم بسوريا، فاللي صار انه انا ما زعلت او ما تضايقت من الموضوع، بسبب انه كان في عندنا حالة وفاة لأحد اصدقائي. هذا الصديق كان كثير عزيز علي، رغم انه هو صديق اخي وليس صديقي يعني انا، لكن شخص كان كثير عزيز علي. ف ما زلت على البيت، ما يعني تذكرته دغري، يعني هيك جاء على بالي صورته. فانا بوقتها قررت اني انا اعمل فيلم قصير عن هذا الموضوع، فيلم انه عن موضوع الحجر والانسان، انه هم اهم. اللي صار انه صدفت بعده، حكى معي واحد من الشباب هون وقال لي انه في ورشه لصناعه الافلام، بتفوت ولا لا فيها؟ فانا يعني فورا حطيت ببالي وحطيت الفيلم اللي بدي انا اساويه، اعطيته اياه، قلت لهم انا هيك بدي اعمل هذا الفيلم. وعلى الاساس بلشنا بابسط الامكانيات، طبعا بالكاميرا والترايبود، يعني كان في مجموعة صور. انتم طبعا حترك لكم اللينك تحت بتشوفوه. الفيديو ان شاء الله يكون يعجبكم، هو مو طويل، فيلم قصير يعني حوالي 4 دقائق، ان شاء الله يعجبكم. بدي احكي معكم عن فكرة الفيلم القصير. بصراحة انا شفت انه الفيلم القصير هو اقوى المواد الاعلامية اللي ممكن يقدمها الشخص ليبين فكرة معينة او ليوصل فكرة معينة. يعني بسبب اول شغلة قلة التكلفة بالانتاج، قلة التكلفة والسرعة، قلة الوقت، يعني هو ممكن لاقصى درجة ممكن يكون 3 ساعة، فهو بيكون ما بملل، ممكن تكون فيه الافكار مرتبة بطريقة انه هي توصل للمشاهد من دون ما يتشتت مع طول الفيلم. الفيلم القصير دائما بيكون فيه فكرة مركزة، يعني فكرة معينة، ما لازم يكون فيه اكثر من فكرة بشتت الشخص. فمثلا بالفيلم اللي انا مثلا ساويته، فكرتي واضحة، فكرتي انه الحجر والانسان والفرق بيناتهم وفرق المشاعر اللي ممكن تكون تتولد من خسارتهم. هي فكرة واحدة ما شتتها باي طرق ثانية، رغم انه ممكن تكون الطرق كثيرة للتشتيت. يعني في افلام قصيرة فعلا بتكون ممكن تكون سيئة لانه بتكون فيها تطرح اكثر من فكرة، حتى لو كان الهدف واحد، مثلا تحكي عن قضية واحدة ولكن تطرح اكثر من فكرة فيها، هالشيء ممكن يسبب تشتت للمشاهد وممكن يسبب ضعف عندك بالفيلم. طبعا هاي عم بحكيها من تجربة يعني قصيرة جدا وصغيرة، بس حبيت شاركها معكم. بتمنى من اي حدا ممكن يكون عنده كاميرا موبايل وعنده فكرة يصورها وينتجها فيلم قصير، لانه فعلا عدنا نحن نقص بهي الثقافة، ثقافة الفيلم القصير، مع انها ثقافة كثير حلوة غير مكلفة وممكن تمهد الواحد لانه يشتغل شغل بعده حلو. يعني يمكن انا ما حكيت لكم سي في عني، انا طالب هندسة كمبيوتر، حكيت هذا الشيء بالفيديو الاول، ولكن انا بالاضافة لهالشيء مصور، يعني عندي هواية التصوير وعم احاول اوصل للاحتراف بالاضافة لصناعة المحتوى وصناعة الفيديوهات الافلام القصيرة. حجر كان احد اول الافلام، تقريبا ان شاء الله خلال هالصيف راح يكون في فيلم ثاني كله حينزل على القناة. ان شاء الله حينزل مع، دائما تابعوا القناة، فعلوا الجرس اللي موجود، حتوصلكم اي فيديو حينزل على القناة حيوصلكم ان شاء الله.
خالصين هلا رايحين، بدي اروح على المكتب عند الشباب، مستنى للساعة 7 تقريبا، وبعدها طالعين على مكان عرض الفيلم. للأسف اليوم صار معي موقف كثير مزعج، انه للأسف ما تصور اي مشهد من فعالية اليوم وعرض الفيلم، لانه للأسف اعطيت رفيقي الكاميرا، بس هو صار ضارب وقت الفطور مع وقت عرض الفيلم، فهو طلع يفطر او يدخن، وانا بلشت بالعرض، و للأسف ما طلع منه غير مشهد واحد صوره رفيقي بموبايله، وهذا هو. Ben ve Ünal arkadaşım gelemedi çünkü Osmaniye'ye gitti. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu arada beraber yaptık. Hem metin hem de çekim yaptık. İnşallah umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. طبعاً حلو الواحد يشوف النجاح اللي حققه، خاصة بعد تعب استمر تقريباً 8 أسابيع، يعني على مدى 2 شهر كان في تعب، تقريبا يوم اي يوم لا يكون في ورشة نروح تقريبا 3 ساعات لـ4 ساعات بتكون الدرس. الحمد لله بالاخير تكلل هالشي بالنجاح، والفيلم يعني نال اعجاب تقريبا الحضور كلهم، والحمد لله على كل حال. وان شاء الله بوعدكم افلام ثانية، لا تنسوا تشوفوا وتعملوا سبسكرايب للصفحة. سلام.